عداتي العدادة موقد الثلاجة وموقد الثلاجة. حسن جدا مريم، نعم نصفو على مريم، ذهبت وذهبت لكي يمنعها من انها تمشي بحالها بحال باقي الاطفال وتلعب بحالها وبحالهم في الداخل في الساحه داخل المدرسه، وانها تطلع وتنزل في الدروج بحالها بحالهم. كتقدرش تجلس مزيان لان ما كاينينش امكانيات، ما عندناش امكانيات اللي كيمكن ليها تمشي تواكب هذيك السيروره الدراسيه، حتى انها ملي كتجلس مسكينه كتجلس معذبه شويه. المدرسه فيها بزاف ديال التلاميذ، كنخاف لا يضربوني، حتى شي واحد ما كيضربنيش هنا في المدرسه. بنيت الصغار كيبقاو تابعيني، ما كيتفقوش مني، يخافوا لا نطيح ولا ندير شي حاجه. اما بنيت الكبار او الدراري كيهزوني، كيهزوني ظريفين بزاف. هي كتبغي الحنان، ولكن ما هي ما تبغيش شي واحد يزعف عليها، وكتحس كتقول لك يعني واحد شاف فيا بالنقص ولا زعف عليا من حيت انا مريضه ولا، ولكن الاستاذه ديالها الحمد لله عملتها مزيانه. هذه حرف التائي في اول الكلمه. نعم احسنتم جميعا. نعم اذا مريم مكانك مكانكم. نعم نعم. مريم قبل ما تلتحق بنا كانت فاقده، كانت عندها الثقه، كانت عندها ثقه قليله في النفس ديالها، ما كانتش عندها ثقه في النفس، ولكن الحمد لله من بعد ما التحقت من المدرسه وتم ادماجها داخل القسم مع الاطفال، الحمد لله لقيت واحد التحسن في العلاقات بينها وبين الاطفال، والعلاقه بينها وبين الاستاذ. ما كانوش بغاو لي نقيدها مع العاديين، ولكن فاش مشيت فين كاينين المعاقين ما قبلوهاش، قالوا لك هي واخا معاقه جسميه ولكن العقل عندها العقل، هي في وجهها زوينه وكتهضر مزيان وعندها العقل. ولا هذا العام تبارك الله كل شيء دخل الحمد لله، قبلوا كل شيء الحمد لله. انايا دابا يا وليت انا كنجري وكنلعب في المدرسه ديالتي ظريفه، يعني ما كان كاع ما كنتعامل مع الدراري خايب. انايا مدرستي زوينه، انا بغيت نقرا، بغيت نجي نشتغل، بغيت نجي باش نولي شي حاجه، شي قبيله في المستقبل.